من ضمن التعليقات، هل اشتراكي في لينكد ان بريميوم اللي بالفلوس ليه لازمه في البحث على وظائف بشكل افضل؟ انا وجهه نظري لا، لاكتر من حاجه، لانك لو انت مش قادر تستخدم الابلكيشن العادي خالص، انت كل اللي بيعمله البريميوم ايه؟ بيخليك تشوف الناس اللي دخلت البروفايل بتاعك، الكي وورد اكتر اللي بيستخدموها وهما بيبحثوا عليك، تعرف انك تدخل تعمل رساله تبعتها لاي حد على لينكد ان، وممكن تبعت له السي في تقول له ده. لكن عاوز اقول له يعني طبعا النسخه العاديه ما ينفعش ليك انك تشوف مين اللي شاف البروفايل، انت اللي في النسخه العاديه ليك 4 أو 5، ليك انك تشوف كل الناس يا ترى مين. فنصيحتي مش هتكون مفيده قوي لو انت ما عندكش الواي الاساسيه، فنصيحتي لا، خليك في العادي، ملهاش لازمه بصراحه، الا لو لينكد ان ليرنينج هتستفاد منها من كورسات كويسه. لكن بخلاف ده في ناس تقول لك لا اعمل بريميوم وابعت للاتش ار بتوع البنوك ادي السي في بتاعي، مش هتفيدك. وعاده الاتش ار لما بيلاقي الرساله دي خاصه من حد جونيور بيقول لك ايه يا عم انت داخل فين، داخل السوق. فنصيحتي لا، ما حدش بيعمل الطريقه دي، فمش هتفيدك كتير. انت بس ظبط البروفايل بتاعك، ظبطه، املاه، حط صوره كويسه بلاش صوره بوز البطه، وحط كفر لو اشتغلت في اكتر من مكان، حط الجوب ديسكريبشن اللي انت اشتغلته، املى لينكد ان كل شويه اعمل بوستنج، نزل حاجات باللغه الانجليزيه بلاش تنزل حاجات الشحاته اللي هي ايه عينوني بالله عليكم ما اعرفش ايه انا عاوز اريد الشغل، بلاش الحاجات دي، بلاش تنزل حاجات الفيسبوك الورد والقلوب والكلام وصباح الخير وصوره البطه والورده والكلام ده، اعمل بروفايل كويس، انشر حاجات باللغه الانجليزيه عشان تاتراكت الناس، حط الريكويرمنت اللي انت عاوزها، ده اللي بيخلي السي في بتاعك كويس. قدم على الوظائف اول ما بتنزل على لينكد ان وتابعه بشكل مستمر، هو ده اللي بيعمل. وسع الكونكشن بتاعتك، تابع الناس وعلق عندهم عشان الناس تعلق عندك، الناس هتشوفك، هتعرف عليك، هتشوف تعليقاتك، تجذب الانتباه. لكن لينكد ان بريميوم مش شايف انه هيكون بالنسبه لك كويس او هيكون له لازمه خالص.